للحديث عن حصاد العام السابق من انجازات لنواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بغرفتي البرلمان النواب والشيوخ، دلوقتي معانا على التليفون النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك يا فندم، والى اي مدى قدروا نواب التنسيقيه في مجلسي النواب والشيوخ ان يفوا بالوعد ويكونوا صوت الناس ويعبروا عن احتياجات الناس الحقيقيه؟ مساء الخير يا استاذه هدير، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. يمكن هبدا من الفيلم القصير او الفيديو تحت عنوان الوعد اللي اتنشر على صفحات التنسيقيه، اللي فيها بعض الحصاد لمجهود زمايلنا النواب 32 نائب في مجلس النواب و16 نائب في مجلس الشيوخ. وزي ما قلنا يمكن ان التنسيقيه او نواب التنسيقيه أصبحوا محطة مهمة جدا في الحياة السياسية، بالإضافة أنهم حلقة وصل ما بين الشعب المصري والسلطة التنفيذية، وأيضا استخدموا كافة الأدوات الرقابية واللي بيتيحها الدستور المصري، من طلب أحاطة، من سؤال لوزير، من بيان عاجل، من طلب لجان استطلاع، بالإضافة للطلبات الخدمية. ويمكن أنا أتوقف هنا قليلا أستاذ هدير، أن مش مجرد أرقام أو مجرد طلب. يعني هو في عارفة حضرتك فعالية الشباب والاستخدام الأدوات الحديثة، التواصل الحديث، لأنه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعني معظمها شباب، وده اللي يقول أنه الرهان على الشباب دايما ناجح. ده بالفعل يا فندم، أنه هو معظمهم شباب، يستخدم اساليب جديده ان هو متواصل وسط الناس. يعني في الشكل مش التقليدي للنائب اللي هو ليه مكتب معين وبيقابل في فترات معينه، لا، معظم شباب التنسيقيه او تقريبا جميعهم موجودين وسط الناس، متواصلين على وسائل التواصل الاجتماعي. احيانا كتير منهم بيدخل على المشكله، وده انا جربته مع عدد من زمايلي، ان هو بيلقى مشكله معينه مصارع على في دايرته او حتى خارج اطار دايرته، فبيحاول يقدم المساعده، بيحاول يتواصل مع المسؤولين. الطلب اللي موسفور مجرد ان هو طلب خدمي، لا، هو بيتابعه لحد ما يخلص، وفي نفس الوقت حتى لو تعارض مع مشاكل قانونيه او غيره بيحاول يحلها بشكل ان هو فيها الحفاظ على القانون وفي نفس الوقت تاديه الخدمه للمواطن، بالاضافه للشكل الاشمل والاعم وهو الجانب التشريع. احنا اتقدمنا باكثر من قانون كبير ومهم جدا، منهم صندوق قدرون باختلاف زميلتنا دعاء العريبي، في قانون لمنع او تجريم زواج القصر قدمته زميلتنا اميره العدلي، في قانون بشان الغاز الطبيعي، مشروع قانون قدمه زميلنا محمد اسماعيل، بالاضافه ان في تدريب مستمر للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، في أجندة تشريعية بيتم الإعداد ليها كل سنة قبل الدخول في الفصل التشريعي الجديد، وبتكون متكونة من أولا ارتباطها بمشاكل الناس والأهمية العاجلة، وفي نفس الوقت بتكون مدروسة بشكل جيد جدا، وفي نفس الوقت تتسق مع ما يحدث عالميا من أزمات. فكنا في أزمة كورونا، انتقلنا لأزمة روسية أوكرانية. ده كمان يا فندم زي ما حضرتك ذكرتي او وضحت هنا، نواب التنسيقيه دايما بيراعوا البعد الاجتماعي والاقتصادي في مصر، بالاضافه لكل العمل التشريعي والرقابي والخدمي، بيشاركوا في مبادرات مستمره اللي هي مبادرات التنسيقيه بشكل عام. يعني في مبادره مثلا كانت البلط الابيض، كان عملنا زمايلنا في ازمه كورونا، هنعديها سوا بالنسبه للازمه او بعض الاوكرانيه. في عدد كبير جدا من المبادرات، بالاضافه حتى في مبادره حاليه لتعليم الكبار، زمايلنا بيجيبوا المحافظات كلها لتعليم الكبار، بنحاول نترجم كمان المبادرات اتفاقيات اللي بنعملها مع عدد من الوزارات وبروتوكولات التعاون ان احنا نطبقها بشكل
يرجع في خدمة المواطنين. وده يمكن بالظبط اللي الناس كانت مستنياه من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب وأيضا في مجلس الشيوخ، لأنه أنتوا وعدتوهم بسياسة بمفهوم جديد وبرلمان بمفهوم جديد. احنا بنشكركم شكرا جزيلا على كل هذه الجهود، وبشكرك النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في التاسعة.